السلام عليكم، معكم تامر عبد اللطيف من قناة أفكار ميكس. كنتمنى تكونوا بخير وتكون الأمور ديالكم بخير. اليوم إن شاء الله بغينا نشارك معكم واحد الخديمة أخرى. كما كتعرفوا كنبغي نشارك معكم معلومات. هاد الخدمة هادي اللي زيد فيها هو السيبورة، هي الفيلا في الصالة ديالها شوية عنكشا باش غتخلي الكاميرات كاملين رادي البال بعضياتهم. يعني كان الاقتراح ديالي واننا نديرو سيبورات نحميو الكاميرات كاملين، وفي نفس الوقت يعني نديرو واحد الخدمه تكون مزيان. كما كتشوفوا هاد الكاميرا هي اللي كتشوفوا، يعني درنا لها سيبورة هادي اللي شاد لينا برا كتكون صغيره، ودرنا كاميرا في السطح الفوق اللي حادي هاد الكاميرا هادي. وهاد الجهة هادي كما كتشوفو، يعني هاد الجهة تانية فيها جوج كاميرات، وهم الانستالاسيون خاص كلشي ديما يتجمع لينا في بلاصة وحدة. يعني كما كتشوفو هادي جوجات غادا تجي وحدة في وحدة، وغاديين يطلعو غيتلاقو مع ديال السطح، وفي نفس الوقت غادا تمشي ديال السطح القنتانية، وغاديين يكونو هابطين كاملين في تيواح ديال 21. كما كتشوفو اليوم راه خدمت بوحدي، ملقيتش كيفاش نصور. كما كتشوفوا يعني هاد الكابل هذا انا دابا جمعت ساليت الخدمه هنا، وطلقت كابل اخر باش غنطلع بيه هاد الكابلي. طلعت هاد الكابلي للسطح، عاد غادي نفيكسيه وغادي نمشي معاكم في الخدمه كامله. كما كتشوفوا يعني فيكسينا من التحت، غادي نطلعو نفيكسيو من الفوق. كما كتشوفوا يعني هنا كتحاول تزيد شويه لي زاطاش. كتشوفو السطح هو هدا دايز من بلاصة مخزونة. هاد الكاميرا لأنها مخفية باش لا كانت شي حاجة متبانش بالليل، و تالبولة عندها كتشعل خفيفة. هنايا درنا بواطا لصقنا السيبورة هادي، هاد الكاميرا هي اللي رادة لينا البال لتحت، شادة الدار من فوق كاملة. وهنا فين غادي يدخل كلشي من هاد البلاصة هادي كيما كتشوفو، شقة وحدة غيجيو هادوك الربعة ديال الليه والجوج ديال هنا، وغيهبط كابل ريزو اللي غيطلع لينا الكونيكسيون، كلشي غيدخل هنا. يعني درنا أقصى ما عندنا باش نحاولو نديرو خدمة مبيناش. بالنسبة للكاميرات 5 ميجا، ماشي فاري فوكال، 5 ميجا هنا الجودة ديالهم عجبتني. المهم بعد هنا كنديرو كوفري، درت كوفري جمعت فيه كلشي، وهاد التلفاز عطيتها في جية، وهداك الكابل اللي كيبان لكم هابط، يعني واحد جيب لينا الضو، كاين ارونج وسط الكوفري، وكاين كابل اش دي مي اللي مشى لتلفازة اخرى كبيرة اللي طلب علينا الزبون تا هو ويتفرج تماك. يعني الدي في ار ممكن تخرج منو في جية اش دي مي بلا ما تحتاج دير لي سويتش. كما كتشوفوا الجودة ديال الكاميرات هي هادي، هادي الكاميرا اللي درنا في السطح، كاميرات زوينة يعني بيان. 5 ميجا زايدة شوية على 2 ميجا في الزوم، في الكاليتي، في الصورة. هذا هو اللي كاين في هذا الفيديو، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك شير اشتراك، كي بغيت نشارك معكم اي خدمه يعني باش تشوفوا الطريقه ديال الخدمه كيفاش. كما كتعرفوا كنركز على البراتيك بزاف اكثر من التيوري، على قبل لي جون باش يزعموا الخدمه يخدموا حتى هما. المهم هذا هو اللي كاين، كان معكم تاع عبد اللطيف. الله يعاونكم، والسلام عليكم.